فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نقاط البيع مباشرة لمادة البطاطا بولاية البليدة، وهذا بالتنسيق مع مجمع تثمين المنتجات الفلاحية العملية. التغطية كانت لعادل عباس. اليوم تطبيقا لتعليمات السيد الدكتور شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء نقاط بيع مباشرة إلى المواطن، كان اليوم في ولاية البليدة هنا في منطقة كوشت الجير بمقر مكتب الدراسات بنيدر نقطة فتح نقطة بيع مباشر لمادة البطاطا، وهذا من طرف مجمع تثمين المنتوجات الفلاحية جيفا برو اللي نثمنوا هذه العملية اللي تحلت مباشرة المواطن من نجيبوها ديريكت من عند جيفا برو إلى المواطن بأسعار معقولة، أسعار لكسر المضاربة اللي كانت بالك صارت نوعا ما في مادة البطاطا. نقطة بيع هنا في ولاية البليدة في انتظار مجمع تثمين المنتجات الفلاحية اللي يشرف عليها السيد مصطفى بن حنيني مدير عام، إن شاء الله نوفر نقاط بيع أخرى في ولاية البليدة. القدوم تاع المواطنين كان بكثرة، كان توافد بكثرة مع كان كاين نظام ودرنا احترام المسافة بين أمان. بين مسافة الأمام بين كل شخص وشخص، والحمد لله دوك الإقبال راهو كاين، راهم يجوا يشريوا البطاطا هنايا عندنا، وفرناها ب 35 دينار للكيلوغرام الواحد، ومرحبا بهم الشعب. رانا في كوشت الجير يجوا، رانا ديسبونيبل من الصباح حتى الليل باذن الله.